بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنتواجدوا في المركب الثقافي احتفاءا طبعا بالسنة الأمازيغية وكذلك اليوم العالمي للمرأة اللي هو على مشارف الأبواب. واليوم أبت جمعية جنان الخير للأعمال والتنمية الاجتماعية إلى أنها أن تشارك هذا الحفل، حيث كمرأة بحوض ببروز المرأة الريفية وكذلك المرأة الأمازيغية بصفة عامة، باش حتى احنا نبينوا الثقافة ديالنا والزي ديالنا كيفاش تيكون الزي الريفي بالخصوص، ولما لا ان من هذا المنبر يعني كناديو على المصممين الازياء حتى هما يهتموا بهذا اللبس التراثي ديال الريف او الامازيغ، يكون حتى هو ياخذ الحيز ديالو ياخذ الدور ديالو حتى هو في الموضة على غرار القفطان المغربي، ولما لا حتى اللبس الامازيغي بجميع الاصناف ديالو من شمال المغرب الى جنوبه، ويكون له دور. شرف لي نلبس بحال هذا الشيء وانا جبليه وكنفتخر بلادي وكنشكر مول هذا الكسوه بزاف. شكرا اخي الكريم، كلمه من عندك. كنشكر اليوم جمعيه تاع الجينات الخير هي هذا التنظيم اللي دارت، وتشكروا كاع المتطوعين اللي كانوا هنا. وعندي شرف ليا بزاف انني جيت اليوم لهذا الحفل. السلام عليكم. بعدا نهار الدليل تاع ايش الحفله في مناسبه اليوم العالمي للمراه يتصادفون ب 8 مارس متى كل سنه يتيري. نمشي نحاول هذا يسنقي جن دور المرأة دي ترسيخ الثقافة الهوية الأمازيغية دي تمديد النظام شين كجمعية جنان الخير للأعمال الاجتماعية والتنمية، تحاول يعني أن تشكى ثقافة جدد النخ يعني إذا انتخر الزايس إخفان غوة نتوشا. نحاول أن نواجه مجموعة حوايج قرخو الجيل الجديد يجان لنيشان مجموعة نحوايج خزارين ويستيشان من عنان يعني نفع يعني أتصن أسئلة تقسنا نغ أنشين جوابتان يعني زي تعرف من خجين نغ. نحاول عاود ثاني أن نجيش اللباس يعني تقليدي نشبع ذاك وميسا ونحاول غالي أدمت لغة مغربش تغا يتقن يعني تغدك قبو يعني كيس التام يتيري كيس وانتصان يعني تغدك تقن ترجدنا زي ديني عاود تاني نحاول الحيك تغدك تام غدا مغرب تغدك الأخت النغ نجم ماي الأخت أقل حيك بعدها تغدك تقن ترجدنا نغوران تا نحاول عاود تاني بشوي نلبسها عاود تاني ليس نازي خطاص نتقاربت نتقاربت شوية نحاول نتقارب شوية غلبسة جبلية، ولكن عاوز أني قديمي بأخت الله بقايج من نفسها ما شاء الله بقاكيس لكسيس وارد دكتورة مسودة مكتولة تبارك الله تشرفان خصيج من نفسها تقارحة تقيت مارة كمان تقاليس مارة لكسيس وارد تقاليس في سغناز يتمثلن يعني تمثل يعني طمغاها من ثاني فشت قديس مش القن وآخر خاص اسمه زي اختياك تمريس تاني تمريس خيط الريح تغطي تقيت طمغات من تمازيغ نحاول أقل شيء مجموعة يعني الاكسسوارات كلهم أصليين هذا الخلخال ولا شكي يقولوا له عنده السميات الكلين نحاول أن نقعو تاني قبو قبو يتقل جدود النغ أبقى عن غواني تشنو قبو يا يعني أزياد يعدو القانو شي حاجة مية سنة وشي حاجة وانيتا يروح أبا عن جد اخترتا يعني يروح اخترتا واحد اخترتا واحترة أزياد يتقيت شديس يعاودس ميس يعاودس عاودة ويا والنس وشا غانخ شرف رمي إذا نخت الجين هذي سنك العرضة عاود تاني أقش قبو يا زي جدود النس بويدا دوم يسي ورخاس متى يعني وهيرا قبو يا غانر عاود تاني قبو يا غاس غاس مقارني غاس قبو يا جد غانخ جد غاجد فهمت جد غاجد
يعظم تيه واني طاسث يعظم وقد دوغ على جنس الشرف المناسبة يزيس عظم غيوذان تسشل غيوذان تمني قزقان التراث الأمازيغي ويتبدي شغل قد يعني غزر مرة السن يوذان هذا سن مرة الأجيلة السن التراث الأمازيغي من يعني الخنزار الخنزار أيونا يعني احنا اليوم احنا اليوم كيف كتشوفوا احنا حتى احنا اليوم حاولنا نتشبثوا بالنفس ديالنا الريفي بالخصوص ونوصلوا الفكره كيف هذا النفس اللي كان. وكنشكروا السي جلالي على المواكبه ديالو بالخصوص موقع